خير، هنروح نجيب مركب اسمه نو اكسبرس. سفن الشعير. على ورا عشان نفتح الجراج زينا زي المركب هذا. ويبدأ يحملوا سيارات وهو زي المراكب هذه اللي احنا شايفينها. هذا لانش الرباط. ورا هذا اثنين الجراج نرجع شوية. كله المركب في عهدتك. شايفينه؟ راضي. هذا كمان جراج تحت. دخلين مينا بس مشينا على مهلنا منتظرين المركب اللي قدامنا ده يبعد عن الخط يدينا مجال صرنا نخش براحتنا. هذا المركب من جوه. منظر ده اليونان ميكونوس. راح بالعقد البحرية. صباح الأحمر للبحريين هواية. هذا مركز الرباط ومؤخرة السفينة. هذا لوناش. طبعا فتحوا الجراج ومدحين. والأمور طيبة.